بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا حق الزوج على زوجته، واليوم نذكر حق الزوجة على زوجها. فعلى سبيل المثال، الحق الأول الذي يجب على الزوج تجاه زوجته هو أن ينفق عليها بالغذاء، بالملبس، بالمسكن، بكل ما تحتاج إليه هذه المرأة التي جاء بها إلى هذا البيت، بيت الزوجية، كل ما تحتاج إليه. طبعا بالقياس إليها بالنسبة إلى زوجها، يعني إذا كان هي كامرأة كزوجة مؤمنة في بيت أهلها ينفق عليها، الأب عندما كانت في بيت أهلها ينفق عليها مثلا بالشهر على سبيل المثال 500، أما إذا جاءت إلى بيت زوجها فينفق عليها بالقياس إليه إلى زوجه، لا أنها بحسب حالها بالنسبة إلى أهلها، بل بحسب حالها بالقياس إلى زوجها. يعني ننظر إليها الآن بالقياس إلى زوجها وليس بالقياس إلى النفقة التي كانت بحسب أهلها وشأنية أهلها. طبعا هذا هو الأمر الأول، وهو النفقة. الأمر الثاني هو أن لا يؤذيها ولا يظلمها ولا يشاكسها ولا يضربها من دون مسوغ شرعي، لا يجوز، بل هذا من المحرمات الشرعية، وهذا واضح. ظلم المرأة، القرآن والسنة النبوية الشريفة نصت على الحرمة الشرعية. الأمر الآخر، يحرم كذلك على الزوج أن يهجر زوجته رأسا، يعني يجعلها معلقة، لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة، باعتبار أنها الحالة الوسطية، ولا تذروها كالمعلقة. القرآن الكريم يعلق على هذه المسألة ويشدد من حرمة ويغلظ في الحرمة، فلا يجوز للرجل أن يهجر زوجته ويجعلها معلقة، لا هي ذات بعل ولا هي امرأة ماذا مطلقة. كذلك لا يجوز للزوج أن يترك مقاربتها أكثر من 4 أشهر. الزوجة طالما كانت في بيت الزوج لا يجوز للزوج أن يترك مقاربة زوجته أكثر من 4 أشهر، وهذا الأمر أيضا إن شاء الله واضح. هذه إذن 4 حقوق للزوجة على الزوج، من حيث النفقة، ومن حيث المعاشرة بالحسنى، ومن حيث عدم الهجران، ومن حيث المقاربة. أسأل الله سبحانه وتعالى لكما التوفيق في الدنيا والآخرة، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.